1 2 3 فيفا للجيري 1 2 3 فيفا للجيري 1 2 3 فيفا للجيري. شجعوا الجزائر وحلقة جديدة 1 2 3 حلقة جديدة معاي. قبل ما نبدأ إذا حبيتوا هاي الحلقة شجعوا الجزائر، أما إذا ما حبيتوا هاي الحلقة برضو شجعوا الجزائر وما تنسوا شجعوا الجزائر 1 2 3 فيفا للجيري. قطر استثمرت 8 مليار دولار لتوسيع قاعدة الإعداد العسكرية. هذا كذاب، المبلغ كامل 8 مليار وقطر ما دفعته كامل، دفعت معظمه. يا زلمة دفعت معظمه، نصه كله انت دافع من جيبتك، شو خصك انت يا زلمة؟ طبعا بما انه الموضوع فيه مليارات وفيه دولارات، بالضبط دونالد ترامب طار من الفرحة، قلبه الصغير لم يحتمل. I understand there's been another $8 billion invested. Thank goodness it was mostly your money not ours. In fact, even better, it was all of their money, not ours. That's even better. But you have been terrific, and you've been my great friend, and I appreciate it. And I look forward to seeing you tomorrow. We're going to have some very good talks. Thank you. شو ترامب؟ شو هاي اللطافة واللزازة والسعادة والكيوتنس؟ كل هاد عشان 8 مليار؟ مش 8 مليار يا زلمة، اخرس اخرس. هلأ قطر بطلت بتدعم الإرهاب صح؟ قطر بطلت بتزعزع الأمن في المنطقة، كل هاد عشان 8 مليار؟ مش 8 مليار يا زلمة. وإنت؟ طالما المصاري والدولارات والمليارات بتخليك مبسوط ولطيف ولذيذ وكيوت وكله تمام، ليش 24 ساعة نازل في السعودية؟ ما هم دفعوا لك 450 مليار دولار. بتعرف أكم من 8 مليار في 450 مليار؟ بتعرف؟ والله شكلك ما بتعرف. طيب يا نيكولاس، مش ممكن هو وقت الدفع بيكون لطيف وحباب وكيوت وجودي جودي، وأول ما يأخذ المصاري ببين الوجه الثاني وببين لا مش ممكن، لأنه حتى لحظة الدفع ما كان لطيف مع السعودية. جد؟ شوف بأم عينك. جد؟ $525 million that's peanuts for you. Should have increased it. لجد؟ ليش هيك بتعامل السعودية؟ أنا غضبان وحزنان جد مش مزح. أنا دائما في برنامجي بنتقد السعودية، اليوم أنا متضامن مع السعودية، أنا متعاطف مع السعودية، متعاطف مع السعودية، بعيدا عن خلافي معهم في ملف الخاشقجي وملف اليمن وملف حقوق المرأة وملف حقوق الإنسان وملف حقوق الطفل وملف ليبيا وملف حرية التعبير وملف حرية التنقل وملف لجين الهذلول وملف سلمان العودة. بعيدا عن كل هدول أنا اليوم متضامن مع السعودية ومتعاطف مع السعودية، وأقول هاشتاج كلنا السعودية، هاشتاج لا للتنمر، هاشتاج السعودية هلو هلو، هاشتاج السعودية جودي جودي، هاشتاج دونالد ترامب مش نايسوميتو. طبعا هاي مو الطعنة الوحيدة اللي أخذتها السعودية هذا الأسبوع، في طعنة تانية وبالظهر ومش من أي حدا، لا من الحليف، من الصديق، من الأخ، من الشقيق، من الإمارات. الإمارات انسحبت من اليمن وتركت السعودية لحالها، لهون عادي ما حدا بيقدر يناقشها، هي حرة، شاركت في تحالف وطلعت منه، مين إله عندها؟ ومين فينا ما بيعملها أساساً؟ مين فينا ما عمره دخل في تحالف وطلع منه؟ مروة أنت أكم مرة عملتيها؟ 6-7 مرات؟ خالدي أكم مرة عملتها؟ 23. قطر. اللي مش عادي ومش طبيعي إنه الإمارات انسحبت من هون بلشت تسمع السعودية حكي من هون، ولا كأنه كان إلها دخل بالموضوع. إلى الإمارات حيث أثار تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد موجة من الانتقادات والسخرية بعد أن غرد في حسابها على تويتر تعليقا على طريقة رد السعودية على هجمات الحوثيين المستمرة على مطار ومحافظة أبها، وقال: أبها تتحدى الحوثيين بالمفتاح وطلال مداح، وأرفق بالتغريدة مقالا يحمل نفس العنوان. ليا شيخ، مش عاجبك أسلوب أبها في مواجهة الحوثيين؟ طب ما تواجه الحوثيين أنت، يلا فرجينا شطارتك. ولا صحيح نسيت، أنتوا انسحبتوا من اليمن وتركتوا السعودية لحالها يا غدارين. بعدين تقبرني أنا خفة الدم، شو قلت؟ أبها تتحدى الحوثيين بالمفتاحة وطلال مداح. أبها تحارب الحوثيين بالمفتاحة وطلال مداح؟ حموت ضحك، عم بموت شباب، الحقوني، عم بموت ضحك. طب ما انا بقدر ارد عليك بنفس الاسلوب، ارد عليك بنفس الاسلوب، افرجيك الشطاره. الامارات تحارب الحوثيين بكوين لطيفه وبرج خليفه، الامارات تحارب الحوثيين بفتح الوزارات وحبس الاميرات، الامارات تحارب الحوثيين بسهيل العبدول ودبي مول. يلا رد علي اشوف، رد علي فرجيني شطارتك. هي هي نيكولاس، شو صايبك انت؟ انت والسعوديين فهمانين الموضوع غلط. الزلمه بكل بساطه نشر مقال عم بيحكوا فيه انه هيدي المدينه عصيه على الارهاب وبتحارب الارهاب والتطرف بالثقافه.
شو بها السعودية صايرة هالقد حساسة؟ طبعا بدها تكون حساسة السعودية، لأنه كلكم ضدها، كلكم كلكم، حتى أنتي حتى أنتي. أكيد هلأ قطر مبسوطة على الخلاف اللي عم بيصير بين الإمارات والسعودية، ومش بس قطر، قطر وأصحابهم بالكويت. شو خاص الكويت؟ شو خاص الكويت؟ صح والله، شو خاص الكويت؟ ونبقى مع قطر اللي مستعدة تعمل أي شيء لتستقطب الناس والمشجعين لحضور كأس العالم 2022، لدرجة أنها قررت تخفض بعض السلع، بس حذروا أي سلعة تحديداً. خفضوا سعر الخمور بنسبة 30%، وذلك بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، خطوة من شأنها بحسب بلومبرغ استرضاء السكان والزوار ومشجعي كرة القدم اللي شعروا بقلق من ارتفاع أسعار الكحول. ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري. شوفي زميلتي، أنا ما عندي مشكلة تنتقدي قطر. كذاب. لا مش كذاب، انت كذابة. وما عندي مشكلة تنكتي على قطر وتتمسخر على قطر وتسمعي قطر كلام، والله ما عندي مشكلة، بس أنا عندي ثلاث مشاكل مع كلامك بشكل عام. أول مشكلة، إذا بدك تنتقدي قطر لاقي مشكلة حقيقية واحكي عنها. قطر ب 2022 بكأس العالم رح تستقبل ناس من كل العالم، طبيعي تتخذ إجراءات تشجع الناس على القدوم، ما هو مش جريمة. يي لو تعرفي شو عاملين قطر كمان، عم بيفتحوا فنادق عشان بس يجوا الناس يحضروا المباريات يسكنوا بالفنادق. انت بطلت تستحي قطر، بطلت تستحي قطر. تاني مشكلة، هاي مش مشكلة، توضيح، انتي شغالة بالعربية والعربية موقعها دبي، ودبي زي قطر. ولعلمك بس، والحكي بيناتنا ما يطلع لبرا، صندوق الجعة في الإمارات أرخص من صندوق الجعة في قطر. يعني يا زميلتي يا عزيزتي اللي عم بحاول أوضح لك إياه، إنه انتي تكنيكلي تكنيكلي انتقدتي قطر والإمارات وجدة قريبا والبحرين. فينها فجر السعيد اللي هاجمت أصالة نصر عشان لابسة جوتي أحمر؟ فينها عنك؟ انت شو صايبك اليوم؟ ما تصفي نيتك بقى. المخلوقة الحكي كحكي ما قالت ولا كلمة غلط، بس هي أسلوبها شوي بيوحي إنها لئيمة، بس يعني كلماتها نفسهم زيتهم، إذا بينقلوا بأسلوب شوي ألطف ما فيهم شي غلط. شوف شو قصدي، ومنبقى مع قطر اللي مستعدة تعمل أي شيء لتستقطب الناس والمشجعين لحضور كأس العالم 2022، لدرجة إنها قررت تخفض أسعار بعض السلع. بس عن أي سلع عم بحكي تحديداً؟ خفضت سعر الخمور بنسبة 30%. هاي 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 مروة، أنت شو قصتك اليوم؟ شوي بتدافع عن بن زايد، شوي عن العربية، متأكدة إنك لسه شغالة معانا؟ أنا بدي أترك عشان عرضوا علي ضعف اللي عم بقبض هون. شو عم تحكي؟ ولنفرض جدلاً كلامك صح، في لسه عنا مشكلة ثالثة أساسية وجوهرية. شو هي؟ ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري. إنه شو خص الكويت؟ شو خص الكويت؟ واحد، الكويت ما عندها مشروبات كحولية. اثنين، الكويت ما لها علاقة بالأزمة، العكس تماماً، منذ بداية الأزمة وهم عم بيهدوا النفوس بينكم مثلي يعني. شو خاص الكويت؟ شو خاص الكويت؟ أنا أحمل للكويت كل محبة وتقدير، لكن الحقيقة أن الجملة اللي أغضبت البعض هي ببساطة عن الناس المتحمسة دائماً للدفاع عن قطر. أكرر، عن الناس المتحمسة للدفاع عن قطر. لا يا شيخة، طب ما في أردنيين متعاطفين مع قطر، وفي فلسطينيين متعاطفين مع قطر، وفي لبنانيين متعاطفين مع قطر، وإذا الموضوع خليج في عمانيين متعاطفين مع قطر، شمعنا الكويت؟ أنت حاقدة على الكويت، حاقدة، واضح أنك حاقدة على الكويت. لهذا ومن هذا المنبر أقول هاشتاج كلنا الكويت، هاشتاج لا للتنمر، هاشتاج الكويت هلو هلو، هاشتاج الكويت جودي جودي. زي ما أنتو، زي ما أنتو، زيحي شوي، زيحي أنت كمان، زيحي كمان كمان، اطلع اطلع. بونسوار. الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يفعل أي شيء محرج هذا الأسبوع. أكدت صحف محلية سعودية أن المملكة هي من أخرجت الإمارات من التحالف، حالها حال نيكي ميناج. عاجل، أعلن مكتب الرئاسة في الجمهورية العربية السورية تدهور صحة الرئيس بشار الأسد ونقله إلى المستشفى بعد ارتفاع منسوب الكرامة لديه إلى مستويات غير مسبوقة. طالب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حميتي مارك زوكربيرغ بحذف الفيديوهات التي نشرها الشعب السوداني بعد عودة الإنترنت لما تحويه من مشاهد عنف تخالف معايير الفيسبوك. صرح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلاً: السيسي صديقي العزيز، وخلال لقاءاتي معه
تفاجأت بذكائه. هي 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 حبيبي خالدي، هذا الخبر حقيقي. كيف يعني حقيقي؟ السيسي ونتنياهو مع بعض؟ هذا اللي همك، أما ذكاؤه عادي مرقت معك. انهي انهي. كان معكم أحمد الخالدي، وأخبار دقيقة في دقيقة. يسقط نيكولاس ومروة. شكرا خالدي. فيس أب، الفيس أب هو تطبيق جديد انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، بيخلينا نعدل على صورنا. أكتر تعديل انتشر وانشهر هو تعديل بيخليك تعمل صورتك وانت كبير بالعمر. أظن كلنا بنعرفه وكلنا جربناه وكلنا نشرناه وكلنا شفناه، مفهوم. بما أنه هذا التطبيق جديد، إذن في مؤامرة لا شك، وبما أنه إحنا محور الكون أكيد ولا شك المؤامرة علينا. أول نظرية انتشرت وأهم نظرية انتشرت، بما أنه التطبيق روسي أكيد هدفه أنه المخابرات الروسية تتجسس علينا. هلأ شخص أعطى كل صور للتطبيق عشان يشوف حاله وهو ختيار، هذا في إشي ينخاف عليه ولا ينخاف منه ولا في إشي مخبي شو بدها تعرف المخابرات الروسية منه؟ بعد اللي نفرض جدلاً عن جد المخابرات الروسية بدها تتجسس علينا، والله إحنا اللي بنأذيها، إحنا اللي بنعذبها مش العكس. تخيلوا مثلاً يتجسسوا على خالدي، بس تخيلوا. لا انت سكر بالأول. لا مستحيل، ما بقدر ولا ممكن سكر بالأول. ما بقدر، قلبي ما بيستحمل. انت سكر الاول. انا انت اللي بتسكر. لا بيبي انت سكر الاول. طب شو رايك انا مرتي جيب سكر بالاول؟ نفسو دستاني بلين شو. طيب شو رايك نعد للثلاث بعدين نسكر؟ اوكي 1 2 3. تاني نظرية هي طلع فيها عالم اللامورائيات المصري العظيم سامح أبو عرايس، اللي قال إنه التطبيق صنعوه الإخوان بهدف بث الإحباط والاكتئاب في نفوس الشباب. شوف إذا بحكي لك عن نسبة الإحباط والاكتئاب بين الشباب في الوطن العربي غير تنصدم، ورح تفهم إنه هاي التطبيقات مجرد تفريغ وتخدير. وإذا في إخوان لازم يتحاسبوا بهاي القصة وبهاي الحالة، هم إخوانك أستاذ سامح، اللي لحد الآن ما سحبوا منك الموبايل وما قعدوا يحكوا معك. لك إذا في حدا لازم يتحاسب وينحكى معه هو حضرتك أستاذ نيكولاس، حضرتك وكل الفلسطينيين. ول ليش شو صار؟ أنا تعبت من اليد العاملة الفلسطينية عم تسرق لي شغلي، أنا كلبنانية عم ينسرق شغلي من اليد العاملة. شو صاير معاكم؟ مش كنتوا نازلين بالسوريين خلصتوا عليهم ورح تيجوا علينا؟ لا ما خلصنا عليهم، بس أنا بفرد مرة هيك نازلين يد عاملة أجنبية كلها يعني. أخيراً الحكومة اللبنانية قررت تتحرك وتنطفت بوجه العمالة الأجنبية اللي هي فعلياً يعني سورية وفلسطينية، وتقتلع على هيدي الشوكة من جذورها تحت شعار اليد اللبنانية أولى ولازم نحط حد للهجرة غير الشرعية. شكراً الحكومة، حس بالأمان طبعاً. والملفت للنظر أنه مش بس الجهات اللي تعوا نقول مش مهتمة بالقضية الفلسطينية وقفة مع هيد الإجراءات، لا كمان جهات صارعتنا ليل نهار بتحرير القدس وقفة مع هيد الإجراءات. أول شيء أنا كلبنانية بفريق هالعمل تعبت كل أسبوع ما في خبر قدمه عنكن إلا ومرتبط بالعنصرية. انتو حكومتي ليش عم تحرجوني بهالطريقة؟ بدافع عن السوريين بتهاجم الفلسطينيين، بدافع عن الفلسطينيين بتهاجم السوريين، شو بعمل؟ بقص حالي نصين عشانك يا لبنان؟ حش تزعف كل ما احكي كلمة. تاني شيء هجرة غير شرعية؟ عن جد؟ جماعة انتو مستوعبين انه الفلسطينيين اللي بيشتغلوا بلبنان خلقانين وربيانين بلبنان وما عندهم غير خيار؟ سمعانين بشي اسمه النكبة؟ احتلال؟ هيدو تخبركم. لا 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 هيدا عارفين مش حاستون عارفين؟ لا لا عارفين. تالت شيء سوري فهمنا، يعني فينا نوعا ما نقول له رجع على بلدك، الله مع دوليبك على قولة رئيس حركة التغيير، صحيح بينقتل أو بيعتقل مطلوب حياته بتصير جحيم، بس إنه الفكرة فينا نقول له رجع على بلدك. الفلسطيني شو منقول له؟ الفلسطيني وين بيروح؟ يا زلمة بلا دراما، رجع على بلدك. رابعا وبخصوص مصطلح هجرة غير شرعية، تعالوا نتفق يا جماعة إنه ما فيكم تستخدموه تدينوا الأشخاص غير الشرعيين، هيدا بتستخدموه تتنددوا بالحروب اللي خلتهم يهربوا، تدينوا الحكومات اللي ما عم تعرف تسهل لهم حياتهم. مروة بعيد عن شغلي. أنا آسف، أنا بعرف التاريخ اللي عايشته مع الفلسطينيين اللي عم بيحاولوا ياخذوا شغلك، بس مضطر كل الوقت عم تسرقوا لي وظيفتي. بس مضطر، الموضوع حياة أو موت. رجع على بلدك. يا ريت أرجع على بلدي أحل هالمصيبة. شوفوا الفيديو، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا. معك أسبوع يا عدو صهيوني، إذا ما فكتوش الحصار لن نموت واقفين، لن نموت جوعا. إذا متنا وهي موتة بنموت وإحنا قاعدين بنموت فيكم وبنجز فروسكم إن شاء الله تعالى. خلاص يا 7 مليون فلسطيني برا،
بكفيكم تسخين. في عندكم يهود في كل مكان، يجب أن نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الأرضية ذبحا وقتلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بكفي تسخين خلاص. لا 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 لا، ما بدي أجز رأس ورقبة كل اليهود حول العالم، ما بدي ما بدي يا أخي ما بدي. ولما أحكي لا فأنا بحكي عني وعن كل اللاجئين الفلسطينيين، ما حدا فينا بده يجز رأس كل يهود العالم ولا يجز رأس أي حدا. لا 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 لا، ليش بنحبش وما بدنا نجز رأس ورقبة كل اليهود حول العالم؟ واحد، ما بدنا. اثنين، ما بدنا. ثلاثة والأهم، مشكلتنا الاحتلال الإسرائيلي مش اليهود. بتعرف أنت شو عملت؟ أنت أعطيت هدية للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني على مر هاي السنين عم بيحاول يطلع علينا هاي الدعاية إنه إحنا إرهابيين، إحنا معادين للسامية، إحنا عالم بنكره كل اليهود وبدنا نقتل كل اليهود. إحنا مش هيك، لازم كل فلسطيني موجود على الأرض يدين كلامك ويدينك، وأولهم حماس. القضية الفلسطينية قضية أصحاب أرض وأصحاب حق ضد احتلال، مش قضية أصحاب دين ضد أصحاب دين تانيين. كلامك مش مقاومة، المقاومة هدفها تحمي الأبرياء مش تعتدي على الأبرياء. وهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. شو نهاية حلقتنا؟ ما بدك تحكي عن هيئة الترفيه بالسعودية كيف بدها تستهدف الحجاج بفعالياتها؟ شو بدي أحكي أنا؟ يعني احكي انه مثلا ايش حتصير توزع عليهم ثلاث احجار اذا بتصيبوا الشيطان ثلاث مرات بتربح دبدوب. رح من هون عن زناخ لعن طرقك ما أزنخك. وهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الآن كما عودناكم لأن أعودكم دائما أترككم مع فقرتكم المحبوبة فيديو الأسبوع. باتمان بتعملوا فيه هيك؟ باتمان اللي بيضحي بكل مصاريه لكفالة اليتيم وبيضحي بحياته عشان يحمينا بالليل، بتعملوا فيه هيك؟ دارث فيدر لهون وصلت أمير الظلام اللي كل مجرة درب التبانة بترتعب بس اسمع صوت نفسه، بتعملوا فيه هيك؟ طب الديناصورات ميتة، إكرام الميت دفنه، مش حرام عليكم؟ هذا افتتاح مول ولا هارلم شيك؟ انتوا مين بعدكم؟ فش أكيد الجوكر. كان معكم نيكولاس خوري، مروى الحراتي، فضيل أمان، سليط الأخبار، فريق العمل، لنا لقاء. توب البنين.